احنا الجمهور اللي بنتسند عليه، الجمهور هو الاساس، الجمهور سبب وجود كل اسم النادي الاهلي، سبب وجودنا احنا كلعيبه او زي ما كنا لعيبه. معلش اعذروني بقى ان الواحد لسه دايما بيتكلم على ان هو لعيب. قبل بس عشان احنا وقتنا ضيق، عايز اقول لحضراتكم ان من خلال ملعب الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله النهارده هيكون معايا ثلاث نجوم من العيار الثقيل. الحقيقه هنتكلم عن المباراه، ما قبل المباراة، رؤية كل مدرب. أولا هيكون معايا النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، وإن شاء الله هنعمل حلقة تكسر الدنيا النهاردة. جاب لنا شوية حلويات هو النهاردة احتفالا بوجودي، لكن سعيد جدا بوجود الكابتن شريف عبد المنعم، أيضا واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم مصر. وأحمد جوال، أحمد بلال هيكون معانا أيضا النهاردة علشان هنحلل المباراة وهنتكلم فيما يخص مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز، هنتكلم في كل شيء. أيضا النهاردة انضم لنا خلال الفترة القادمة واحد من المحللين اللي عنده رؤية مختلفة الحقيقة، تامر بدوي هيكون معانا خلال الفترة القادمة خلال ملعب الأهلي، هنحلل المباريات. الفترة اللي جاية إن شاء الله هتجدوا ما يسركم، الفترة اللي جاية هتجدوا مفاجآت كثيرة جدا 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 من خلال ملعب النادي الأهلي. طبعا مباراة مهمة جدا، مباراة الكل يترقب هذه المباراة، الناس كلها كانت امبارح بتتفرج على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وخسارة ليفربول لهدفين بهدفين مقابل هدف واحد، لكن النهاردة الناس من الصبح أو مش النهاردة، الأهلاوية كلهم مستنيين هذه المباراة، الأهلاوية كلهم بيفكروا كيف يفوز النادي الأهلي في هذه المباراة، مباراة لها طابع خاص، مباراة لا تحتاج إلا إلى الرجال، إلا الرجال، اللعيبة اللي جوه الملعب دي او لعيبه النادي الاهلي تحديدا يا جماعه، لما بتلبس تيشيرت النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي بيبقى مختلف عن اي حاجه. والله صدقوني الكلام ده انا مش بقوله عشان انا موجود في قناه النادي الاهلي، ولكن هي دي الحقيقه. احنا لبست التيشيرت ده، الناس بتقول لك ان التيشيرت ده تقيل، هو فعلا تقيل، بس تقيل على الناس اللي مش رجاله جوه الملعب. واحنا عندنا هنا في النادي الاهلي وفي فريق النادي الاهلي 25 لاعب كلهم يستطيعوا ان يمثلوا النادي الاهلي خير تمثيل، وان شاء الله النهارده هتبقى بدايه جيده جدا للنادي الاهلي.